عليكم. النهاردة جبت لكم شوية مشتريات للتوك، أي عروسة المفروض تجيبها هوريها لكم عشان لو حد ناسي حاجة يشتريها. الأول أول حاجة جبت بنس. بنس دي أساسية، أول حاجة محدش ينساها. دي بتتباع في أي محل، كنت جايباها ب5 جنيه أو 7.5 حاجة كده، تمام. وكنت جايبة أساتك، دول بيبقوا أستكين كده مع بعض، أنا بحب الأساتك الطرية، فجبت الاتنين دول كانوا برضو ب5 جنيه او 7 جنيه. جبت الشكل ده. انتي مفروض تنوعي بقى في الالوان وفي الاشكال، يعني كنت جايبه اللون ده وجبت اللون ده، اتنين برضو مع بعض. هو احلى حاجه فيه ان هو طري. ده برضو كان ب10 او ب15، تمام. وده كنت جايباه ساده كده عشان مثلا لو عايزه تلمي شعرك قبل النوم او كده. ده برضو اشتريته اللون ده. وعندي اشتريت دي حلوة قوي برضو، مع الترنجات مع اللبس في البيت هتبقى جميلة. دي كنت جايباها ب10 برضو. وعندي ده اشتريته، دول لقيتهم حلوين جدا وطراي جدا جدا جدا، لقيت معاهم صغيرين كمان. دي كانت ب3.5، فكانت حلوة جدا يعني فاشتريتها. عندي كمان في اساتك برضو كتير عندي جايباها، ماشي هوريكوا. دي كنت شارياها ب15 جنيه. دي طالعة موضة وشكلها حلو قوي، هي بتبقى كده بتتحط في الشعر بقى لو مثلا رفعاه من نص او كده. دي شكلها حلو، كنت جايباها ب15 جنيه. ده شكلها تمام. دول برضو معايا، دول طالعين موضة جدا. دول بيتباعوا في اي حتة ب15 الواحدة او بيبقى اتنين مع بعض، بس انا جبت دي كانت لوحدها ودي لوحدها. اهي دي بتتلبس كده شكلها عسول قوي. ودي كمان دول كانوا الاتنين عاملين 15 جنيه، بس هما في العادي يعني بيتباعوا من 10 ل15 على حسب المكان اللي انت هتجيبي منه. دول برضو طالعين جداد. ودول انا كنت جايباهم توك صغيرة مع الترنج كده، هتبقى شكلها حلو. اهي هي بتبقى كده، ثواني اوريها لكم. اهي بتبقى بتتلبس كده من قدام، شكلها عسول قوي وكيوت. دي كنت جايباها ب15 جنيه برضو. اهي شكلها. دول حاجة تاني شكل جديد، هوريها لكم. اهي ده برضو لو لميت شعري مثلا عملت تسريحة او كده، طبعا ممكن تجيبي اي تسريحة بقى من على النت عادي. دول حبيت لونهم وشكلهم، هيبقى شكلهم عسل قوي. دول كانوا نازلين جداد، اشتريتهم كانوا ب15 جنيه. انا بجيب الحاجات دي من شبرا من خلوصي، كنت جايباها ب15. هي حلوة عشان تعمل كده تغير اللون وارجعها احمر، احمر او ذهبي. فكانت عسولة قوي برضو اشتريتها. في المشبك ده طري جدا، المفروض برضو تجيبي مشبك على الاقل واحد او اتنين. ده حلو قوي لو عايزه تلمي شعرك او كده، وطري جدا يعني معظمهم من 10 ل15 ل25 جنيه، يعني مفيش حاجه غاليه. اشتريت دول كمان، دول حلوين قوي. ثواني اوريهم لكم. شكلهم عسل قوي، هما بيبقوا اتنين مع بعض الوانهم مختلفه بس حلوين قوي. دول كانوا عاملين 15 جنيه. الحاجات دي طالعه جديده يعني هبقى اشيلها بعدين. عندي دول برضو جبتهم، انا بحب الحاجات دي قوي، شكلها عسوله كده وهتبقى حلوه مع الترنجات. دول كانوا عاملين 10 جنيه اهو. كان معايا استك كمان زي ده، بس مش قياس ماشي. جايبه دول مشبكين طري جدا. لو عايزه تلمي شعرك او عايزه ترفعيه لفوق، كانت الاثنين الواحده ب5 اعتقد او حاجه كده، حلوين برضو جدا تمام. دول انا اشتريتهم، كنت بجيب فرشه وكده فاشتريتهم. دول لو عايزه تعملي سيشوار وتقسمي شعرك، دول بيبقوا في كوافريت. كانت دي عامله 15 جنيه او 20. حلوه يعني، هي مش اساسيه بس لو عندك بنس تمام، بس انا حبيتها يعني فاشتريتها. هي حلوه عشان
هنا مش بتقطع الشعر، لكن البنس لو اللي بره دي اتشالت ممكن تقطع لك شعرك. فدي كانت حلوة، قلت لو عايزة اعمل سيشوار او بيبي ليس يعني ترفعيها. تمام. دي الفرشة دي انا كنت جايباها لل سيشوار، حلوة جدا. هوريكو فيديو تاني السيشوار والبيبي ليس والحاجات بتاعتي اللي انا جايباها. دي الفرشة بتاعتها، انا كنت جايباها ب15 جنيه. حاولي تجيبي الشعر يكون ناعم شوية، ما تكونش حاجة خشنة عشان ما تقطعلكيش شعرك. اهي كنت جايباها ب15 جنيه، حاولي تجيبيهم من الصيدلية بيبقوا حلوين يعني. ده مشط انا اشتريته، اهم حاجة في المشط طبعا ان السنون بتاعته تكون واسعة علشان شعرك ما يتقطعش، يعني يا ريت كمان خشب، بس انا لسه هشتري واحد تاني خشب، فجبت ده عجبني، سنونه واسعة وحلو يعني. تمام. وده استك برضو كان لوحده كده فاشتريته، يعني انا حاولت ان انا اعدد من الاساتك الوان واشكال علشان اهو ده التاني بتاعه، هما كانوا اتنين مع بعض شكلهم عسل قوي كيوت، دول كنت جايباهم. و دي معانا اخر حاجة، دي توكة بقى دلع كده شوية. كنت جايباها شكلها عسولة، طبعا اختي الصغيرة كانت شبطانة فيها بس انا مرضتش اديها لها، وحلوة قوي. كانت ب10 او 15، كنت جايباها من عباس العقاد، كان في واحد واقف اول عباس اشتريتها منه، عسولة قوي. يعني دي معظم التوك، يعني انا ما اعتقدش ان انا هشتري توك تاني، معظمهم ما اعتقدش ان انا كده خلاص اجيب توك تاني، يعني تعددت ما بين، حاولي تعددي ما بين اساتك، ما بين مشابك، ما بين حاجات. دي كل المشتريات اللي انا جبتها للتوك كده، خلاص مش هشتري تاني، بس حاولي ان انتي تنوعي ما بين اساتك، هاتي حاجات مثلا شكلها حلو، حاجات تكون عملية للنوم لو عايزة تنامي بيها، حاجات ترفعي بيها شعرك. دي معظم الحاجات، البنس طبعا ما تنساهاش. دي معظم الحاجات اللي جبتها، وهوريكم ان شاء الله في فيديو تاني البيبي ليس والسشوار والبراون بتوعي والميك اب ان شاء الله لما هجيبه هصوره لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني.